الشركي الملكي، يمثل أركان الأمن الوطني، يمثل كافة باقي المؤسسات الحكومية، السيد رئيس المجلس البلدي والمنتخبين، يمثل المجتمع المدني. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن تزد بساكنة العلون سيدي ملوك ونواحيها، تشرف أول أصالة النفسي ونيابة عن مجلس مؤسسة أرضية أهل وأصدقاء العيون سيدي ملوك بهولندا بمناسبة الذكرى 20 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملكنا الهمام أمير المؤمنين وحامل الملة والدين، على عرش أسلافه هنا أمين للتعبير عن أحر التهاني وأطيب الأماني المشفوعة بخالص الحب والولاء من أعضاء المجلس المسير لمؤسستنا، وهم في غمرة الاحتفال بهذه الذكرى يعبرون لجلالتهم عن تأييدهم الدائم لسياستكم الرشيدة واعتزازهم الراسخ بعطاءات متواصلة والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية في شتى المجالات للسير قدما ببلادنا نحو التقدم والازدهار. أعاد الله على جلالتكم هذه الذكرى السعيدة باليمن والخير والبركات، ويقر عين جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة، ويشد أزركم بصاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير. ونحيطكم علما أن الأشغال انطلقت منذ فبراير وبلغت نسبتها 30%، والمشروع يسير في خطى سديدة وموفقة، وأن المشروع الثاني بعد دار اليتيم الذي تجب الجمعية لتحقيقه هو بناء المشردين والمسنين، وإني أطلب تخصيص بقعة لبنائه عن طريق عقد شراكة مع المجلس البلدي، ننتظر تلبية الطلب في أقرب وقت إن شاء الله. لا يتحقق هذا الحلم لولا الدعم المادي والمعنوي لمجلس المسير لمؤسسات السلام للعلوم والتربية والإعلام الإنسانية بهولندا، خصوصا وقفة الحاج عمر النجار والمنحدر أصلا من مدينة العيون سيدي ملوك الصاهر على تدبير المشروع. ولن يتحقق هذا الحلم أيضا لولا العدم للسلطات الإقليمية والمحلية والهيئات المنتخبة، فالشكر الجزيل موصول إلى السيد المحترم عامل إقليم تاوريرت والسيد المحترم باشا مدينة العيون سيدي ملوك وكافة أعوانه، والشكر الجزيل موصول إلى السيد المحترم رئيس المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك. ويدخل هذا المشروع أيضا الحضور الكريم في ضوء الرؤية المستقبلية الواضحة التي سنها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تستهدف محاربة الفقر والهشاشة والعطاء تكافؤ الفرص لمغاربة قاطبة على حد سواء. ففي هذا المسعى نتطلع علاوة على تطوير مشروع دار الأيتام إلى بناء منشآت ترفيهية ورياضية ومرافق اجتماعية، بالإضافة إلى نقل الخبرة الهولندية في تتبع مرضى السكري وتوفير آليات تخفف عن أبل المصالح الصحية المغربية في هذا المجال. ولا يفوتنا أن ننوه بالمجهودات المبذولة عن طرف جميع المساهمين في تهيئة المدينة من سلطات ومجالس منتخبة، وإنها حقا مشاريع ستعطى وجها جديدا لهذه المدينة الحبيبة ومغاربة العالم، جلبا إلى أهل وطنهم في الداخل وتدعون لمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، والمساهمة الرياضية في رفع راية الوطن التي آبان عنها أبناء الجالية المغربية في هولندا إلى جانب أهل وطنهم في الداخل وفي مختلف بقاع العالم في أطوار كأس العالم بروسيا، لخير دليل على الانتماء العضوي الحافر على تكثيف في الجهود من أجل تغطية حاجيات بلادنا في مختلف المجالات. لا تفوتني المناسبة دون أن أنادي الجمعيات المحلية والخيرية من أغنياء بلدتنا من يسعى لكسب الأجر مشاركة في هذا المشروع الخيري، والباب مفتوح لاقتراحاتكم ولأرائكم حول التتبع والإطلاع على أطوار إنجاز المشروع. وفقنا الله وإياكم جميعا في خدمة المصلحة العامة. شكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحسين قدير رئيس مؤسسة أرضية أهل وأصدقاء العيون سيدي ملوك بهولندا.